طلعت على الموقع وكان في جلسه مع مجلس النواب وفي مجلس نقابه الطبي ومستشار. طب ست نقيب ليه الموضوع تطور المره دي؟ يعني ملاحظ ان الموضوع يعني قد اكبر من في بعض الشرطه اعتدوا على اطباء. ما ده عملهم دايما يعني بيحصل محادثات شرطه شرطه مش اهالي ومش مرضى. يعني ده المره دي امناء الشرطه. طب ستك ايه الضمانات اللي ممكن ما يكررش الحدث ده بعد كده؟ ضمانات ادينا بس عملنا بلاغ للنائب العام ومستنيين تيجي تحياتي ان شاء الله. طب شكرا.